حلو نيبه احسن ما هو ده حصلت لك. تعالى قرب لي لون اول. انا بس ليه تعليق صغير على على مها. يا احسن بابا معنى كده ان هي عندها بابات تانيين وهي بتخاف منهم. لا احسن بابا يعني بص البهبهات اللي موجوده البهبهات. المهم النيه. والله يا سيدي المحترم انا يعني عايز اقول لك باختصار، تحب اتكلم بنظام ضياستي ولا نظام ريقي؟ لا نص نص يعني نص 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 نص. قال لك ايه؟ قال لك قال لك بص يا حضرة واحد الله، قال لك موسى نبي عيسى نبي محمد نبي وكل من دون نبي صلى عليه الصلاة والسلام. قال لك تقوم من النوم تلاقي قرص ريالة على المخدة قد كده، جالك منين ما تعرفش، انا بقى اللي هقول. قال لك وانت رايح امك بعتك تشتري السلطة قمت قعدت تقزقز فيها وانت ماشي في السكة كلتها من غير غسيل نظرا لانك تجي. عملت في قلبك دوده دوده كبرت وبقت تعبان، التعبان طوله كام يا حضرة؟ والله ما قلت له انا بصنع سلطة. طوله على اقل تقدير حاجه بتاع 30 40 قول 185 كيلو كالوري مكعب. هل شربة الملح تفيد؟ قال لك لا. قال لك زيت الشربة مفيد؟ قال لك لا. قال لك امال ايه اللي يفيد ومفعوله اكيد ويخلي الصحة حديد ويخليني تمام جديد؟ ايه؟ قال لك شربة الحاج سعيد. كانت حتة حلاوة ونمت ما غسلتش بقك صبحت لقيت ضبتك قد كده هتروح للدكتور هيفقعك حقنة بنج بتاعت بنج بتاعت بنج تلاقي ضبتك وخي وقف قد كده وبعدين يروح جايب كماشة ويشيل الدرس ويخلعه. طبعا كل ده هيحصل نزيف ونزيف وحاجة متعب. احنا عندنا الحل الأكيد، بنجيب لك حبل من أجود أنواع الليف وتربط الحبل في الدرس وبعدين نروح رابطين الحبل في الباب ونرميك من الشباك. تأكد انك مش هتحس بأي حاجة. وشكرا وإلى اللقاء. سافة سافة يا جماعة مش كده.